سهلا واهلا بالمشاهدين. اليوم بدنا نحكي عن التأس، عن الشايفية والستوية. الشايفية بتسوي بالدنيا ومننزل كلنا على البحر، اما بالستوية بتشقع الدنيا ومنقعد كلنا حد الصوبة منكوي شستنا. جاي عافصة قوية، فنصيحتي لك كل يلي بيسوقوا مسكتلات ما تسوقوا المسكتل، لأنه إذا فسقكن الهوى بيصير معكم نغص وبينبخت معكم الفانترياس. فيفضل تقعدوا بالبيت تلعبوا ستاي بلايشن 2، لعبة المسكتلات، وتنقوا المسكتل الأحمر لأنه أسرع شيء. أما لأصحاب شيارات الكسف فبنصحكم تحطوا شلكن على الكسف حتى الشقف ما يمقط ناي. ما تفشطوا على الحريم على الكواع، أحسن ما تتزلحط معكن السيارة وتشتقلب فيكن ويجي يخدكن اللامبيانس أو الحليب الأسمر. وليلي بيسوق شميون كحن بنصحك تشوق سوي سوي، لأنه إذا بالغلط دعست فلتت الفريم معك وكان في عالم على الطرقات بيتفقشوا. فنصيحتي إلك في التأني الندامة وفي العجلة السلامة، اقرب هالكتاب لقد مررت بالتجربة، ومثل ما بيقولوا نصيحة بحول.